بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، برحب بكم من جديد في محاضرتنا الثانية من برنامجنا الشامل عن تشخيص مرض الكورونا. المحاضرة الثانية، طيب، Diagnosis of COVID-19. طيب، معروف انه تشخيص اي مرض يعتمد على حاجتين. الحاجة الاولى هو اللي هي بيسموها الكلينيكال دياجنوزيس، اللي هو ظهور التشخيص المبني على الاعراض، ظهور الاعراض لدى المريض، symptoms and signs. وفي الكورونا دائما نحن الحاجات الملاحظة انه الكلينيكال دياجنوزيس بيعتمد على وجود الفيفر، الدراي كف، هيديك، سبيوتم برودكشن، هيموبتوسيس، مايالجيا، فتيك، نوزيا، فوميتينج، دياريا، ابدومينال بين، ان النوزوميا. دي الاعراض المعروفة لدى الكوفيد 19 ديزيز بيشنس بتظهر عليهم، اللي هي الصورة هنا بتوضحها. الصورة بتوضحها: فيفر، دراي كف، شورتنس اوف بريث، قلنا بنسميها الديسبنيا، gastrointestinal issues، مشاكل في الجي تي، مايلجيا اللي هي ألم العضلات، ان ارثالجيا ألم المفاصل. طيب، بادي ايك وجع الجسم، ايك معناه ألم الجسم. These are the most common symptoms usually seen in patients suspected of being infected with SARS-CoV-2. Other symptoms include headache, fatigue, loss of smell, sore throat, chills, loss of taste. طبعا الناس بيعرفوا loss of taste والloss of smell، الحاجات الواضحة الناس كلهم بيعرفوها الظاهرة جدا، الفيفر، الكف، loss of smell، loss of taste، shortness of breath. دي الحاجات المعروفة لكل الناس بيعتمدوا عليها في suspicion of، في يعني احتمال وجود الكورونا ديزيز. ده الكلينيكال دياجنوز. But unfortunately the symptoms دي مشتركة بين other diseases، يعني مثلا التايفويد، الملاريا، الأشياء دي كلها وهكذا، الحاجات اللي بتشبهها كلها ممكن تكون presented with same symptoms، similar symptoms. معناها الكلينيكال دياجنوزيس هنا ما بديني الفاينل دياجنوزيس، الفاينل جادجمنت انه زول ده هو انفكتد with SARS-CoV-2 ولا لا. طيب، لكن ده بديني كلو كده انه والله يا اخي السسبشن ده ماشي في اتجاه، او الدياجنوزيس ماشي في اتجاه الحاجة الفلانية. لاحظت احنا في الريكوست فورم عندنا دايما بيجي في شكل مثلث، بيجينا حاجة بتاعت مثلث كده، بنلقى انه سي معها سلاش او، يعني complaining of، المريض بيشتكي من، وعندنا او اي في الفورم بنلقى on examination، هو بيشتكي من كده، لكن لما عملنا له examination لقينا كذا 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 كذا. عشان كده بيرسم المثلث كده، بيقولوا عشان الحاجات اللي لقيناها في مثلث، المثلث ده معناه نحن متوقعين المرض الفلاني،
المرض الفلاني is suspected، يعني we suspect انه الزول ده infected بالحي الفلاني او هو مريض بالحي الفلاني. طيب الفاينل دايجنوزيس اللي بياخده منه؟ بياخده اللابراتوري. الفاينل والكونفيرد دايجنوزيس بيجي من اللابراتوري. عشان كده انا في المحاضره الاولى قلت لكم اللابراتوري دايجنوزيس هو الكورنر ستون، هو حجر الزاويه في تشخيص مرض الكورونا. عشان ما زول عنده كورونا نطلع، زول عنده كورونا نطلعه ما عنده ونعرض الناس اللي حوالينه للمرض، او زول عنده كورونا ما عنده كورونا نطلع عنده كورونا ونوديه في الايسوليشن يقعد مع الناس الترو بيشنتس، وبعد ذاك نعرضه لمشاكل. طيب عندنا تاني سبورتيف دايجنوزيس اللي هما الايميجينج زي الاكس تشيست اكس راي والسي تي سكان، يعني برضو تشيست سي تي سكان دي الاثنين لو عملنا اكس راي او عملنا سي تي سكان بتجينا حاجه فيري كاركترستيك للكوفيد 19 بيسموها الجراوند جلاس اوباسيتي، في عتامه كده حاجه زي الفوق، زي بيسموه فوق ضباب زي الضباب، بتكون باتشي هنا وهنا وهنا وكده، يسموها الجراوند جلاس اوباسيتي. لو لاحظنا هنا سي دي، طبعا دي هي اكس راي ودي سي تي، سي تي دائما مقطعيه بتاخذ مقاطع والاكس راي بتدي صوره واحده. هنا لو لاحظتوا هنا ده جراوند جلاس، يعني كانه دي ارضيه زجاجيه ارضيه، لو لاحظتوا الحاجه دي الناحيه الفنيه ساي كده بتشاف كانها ارضيه، يعني لو جيت داخل من هنا بكون ماشي في ارضيه كانه دسك في بيت ولا حاجه بالشكل ده، جراوند جلاس اوباسيتي برضه موجوده هنا في السي تي سكان. هذه جراوند جلاس اوباسيتي دي حاجه فيري كاركترستيك، ومجرد ما الناس يشوفوها في الاكس راي ولا سي تي سكان طوالي المريض is highly suspected of being a covid patient a covid 19 patient. لكن المشكله شنو؟ المشكله انه حتى الجراوند جلاس اوباسيتي دي موجوده في الاذر كورونا فيروس انفكشنز زي السارس كوف والميرس كوف انفكشنز، زي معناها ان احنا لحد الان برضو ما وصلنا الفاينل دايجنوز فاينل سبيسيفيك دايجنوزيس. طيب الكلينيكال دايجنوزيس ما حلانا السيمبتومز والساينز لانها ممكن تو بي شيرد with other infections أو to be presented by other infections in presented عن طريق في عيانين تظهر في عيانين appears on patients infected with other microbes، قد تكون بكتيريا قد تكون other viruses قد تكون parasites وهكذا. الimaging ايوه ودانا في اتجاه الكوفيد 19 لكن في نفس الوقت لازم نستبعد السارس كوف والميرس كوف انفكشنز. طيب اذا معناها عشان نحن نصل للكونفيرم دايجنوزيس لازم يكون عندنا جولد ستاندرد ميثود عشان نشخص بها الكوفيد 19، ودي بتعتمد على شنو الجولد ستاندرد ميثود؟ انك انت تشوف الار ان اي بتاع السارس كوف 2 في العينات من الريسبيرتوري تراكت، يعني ريسبيرتوري سامبلز تاخدها وتشوف فيها الار ان اي بتاع السارس كوف 2. لو انت عملت الحاجه دي ووصلت وشفت الار ان اي ده في العينات دي معناها انت وصلت الفاينل دايجنوزيس. لما نقول الجولد ستاندرد دايجنوزيس معناها دي المسطره بتاعت الدايجنوزيس اللي بينقيز عليها الاذر ميثودز. الفات ده عبارة عن clinical diagnosis و supportive diagnosis اللي هو الامجين. طيب لو دخلنا في laboratory diagnosis برضو بتقسم لنا اثنين، يا يكون عندنا non-specific test بتودينا في اتجاه الكورونا، او عندنا specific test that detect الفيروس RNA او الفيرال RNA او الفيرال proteins. طيب من ناحية الـ non-specific test طبعا لو لاحظوا الناس دايما بيقولوا زول عملوا له CBC عشان في CBC نشوف
وضع الليكوسايت شنو اللي وضع البليتليت. طيب من الحاجات الواضحة جدا في سارس كوف 2 بيشنت دايما بيكون في ليوكوبينيا. ليوكوبينيا جاية من وين؟ جاية لأنه أصلا في الليمفوبينيا. يعني إذا كان أنا عندي عندي مثلا 100% ليكوسايت، لو كان مثلا 60% منها نيوتروفيلز، 30% الليمفوسايت، والباقيين موزعين على على الباقيين ديالك. ال 30% او 40% الليمفوسايت دي لو قلت بقت 20، اذا معناها في 20 لوست، هيكون التوتال الباقي لنا كله كم؟ بدل 180. وكل ما قلت الليمفوسايت كل ما التوتال بتاع الليكوسايت قل. عشان كده بسبب الليمفوبينيا هيكون عندنا ليوكوبينيا، وهيكون معاها ديبليشن اوف سي دي 8 بوزيتيف، سي دي 4 بوزيتيف، سي دي 8 بوزيتيف ليمفوسايت ان 80% من الكيسز. شنو السي دي 8 سي دي سي دي 4 بوزيتيف وسي دي 8 بوزيتيف ليمفوسايت؟ احنا عندنا سي دي 4 سيلز اللي هم ديل التي هيلب الهيبر تي سيلز، والسايتو توكسيك تي سيلز اللي هي 8 سي دي 8 بوزيتيف. طيب لما يكون في فايرال انفكشنز دائما السي دي 8 بوزيتيف بتكون كميتها كبيره. طيب اذا كان نحن بنتكلم عن الريشو، اذا كان عندنا السي دي 4 بوزيتيف مقسومه على السي دي 8 بوزيتيف، كل ما كان المغام اكبر كل ما النسبه جات اقل. يعني اذا السي دي 8 4 على السي دي 8 كانت 8، النسبه بتيجي كم؟ او مثلا السي دي 4 كانت 8 السي دي 8 كانت 4، بتبقى 8 على 4 بيساوي 2. طيب لو الاربعه دي زادت اللي هي سي دي 8 بقت 8 برضه، تبقى 8 على 8 بيساوي 1. اذا النسبه بدل ما كانت الريشو بدل ما كانت 2 بقت 1، معناها في ديبليشن، قلت الريشو دي، قلت معناها سي دي 8 بوزيتيف زادت. زادت ليه؟ لانه فعلا في فايرال انفكشن. اذا معناها نحن لما نلقى سي السي دي 4 بوزيتيف سي دي 8 بوزيتيف ريشو قليله، معناها سي دي 8 بوزيتيف كثيره، معناها في فايرال انفكشن. اذا معناها الريشو دي بتودينا في اتجاه انه يكون في سارس كوف 2 انفكشن. تاني عندنا من الحاجات النون سبيسيفيك انه يكون عندنا increased inflammatory markers، inflammatory markers زي شنو؟ زي الـ ESR والـ C-reactive protein. انا الحاجات اللي عامل لكم بالاحمر دي الحاجات اللي الناس بيعملوها واضحة عندنا في السودان، الناس بيعملوها. يعني الناس بيعملوا ESR، بيعملوا C-reactive protein، بيعملوا liver enzymes. الزول بيكون عنده يعني مشاكل في القلب بعد سارس كوف 2 انفكشن بيعملوا له تروبونين والسي كي الكرياتين كاينيز، وبكون في كو اجيولوباثي، يعني حاجات ليها علاقه بالتجلط بتاع الدم، مثلا زي الدي دايمر، ويكون في برولونج بي تي، ويكون في ثرومبوسايتوبينيا، لانهم الثلاثه دي لهم علاقه بالكو اجيوليشن اللي هو الهوميوستاسيس بتاع البلد من ناحيه كواجوليشن. انه كل ما كانت الدي دايمر كثيره معناها في في هيموليسيس وفي كواجوليشن كثير، كل ما كان البرولونج بي تي، كل ما كان في مشاكل في التجلط، كل ما كان في البي تي بيكون برولونج يعني زمن اطول، والثرومبوسايتوبينيا حيكون في ثرومبوسايتوبينيا لانه اي كلوت تحصل معناها في كونسومشن بتاع الليمفوسايت. عشان كده نحن بنعمل الحاجات دي، الحاجات العامله بالاحمر دي احنا بنعملها وبتدينا كلو انه يا اخي الانفكشن دي ماشيه او الدياجنوزيس ماشي في اتجاه انه يكون سارس كوف 2 او كوفيد 19. برضو زي ما قلت لكم قبل كده عندنا حاجه اسمها السيتوكاين ستورم. السيتوكاين ستورم ده اللي هو بيسموه البرو انفلاماتوري سيتوكاينز. برو انفلاماتوري سيتوكاينز يعني شنو؟ يعني السيتوكاينز اللي بتحارب الانفكشوس ايجنت، ودي دائما مرتبطه بتايب 2 بترتبط بتايب 1 اميون ريسبونس اللي هي فيها السي دي فيها التي هيلبر ليمفوسايت والتي هيلبر 1 ليمفوسايت، ودي دائما
بتكون فيها افراز عالي للبرو انفلاماتوري سايتوكاينز اللي هو الانترليوكين 2 وانترليوكين 6 وانترليوكين 7 ويكون في 17 وتيومر نيكروز فاكتور وكده. واكثر سايتوكاين مؤثر هنا وبيزيد من السيفيريتي بتاعه الديزيز وبيكون انكريز بسرعه واضحه جدا في الكوفيد 19 انفكشنز اللي هو انترليوكين 6. اذا لو الناس عندهم امكانيه انه يعملوا سايتوكاين اناليسيز خاصه انترليوكين 6 مع الاي اس ار وسي ريكتيف بروتين والليفر انزيمز والحاجات دي كلها دي دايمر وكده ومع سي بي سي لما يكون في ليكوبينيا والليمفوبينيا وفي ثرومبوسايتوبينيا بدون بي سي ار نحن بنقول الموضوع ده ماشي في اتجاه الكوفيد 19. لكن الكونفيرماتوري تيست هو ديتكشن اوف الفيرال ار ان اي في الريسبيراتوري سامبلز. طيب الستورم بتاعت السيتوكاينز دي في النهايه هتعدي تعمل شنو؟ اورجان فيليا، لانه السيتوكاينز دي ما بتحارب لنا الانفكشس ايجنت بس، حتى السيلز اللي بيعيش جواها الانفكشس ايجنت ده هي السيتوكاينز دي بتحاربها وبتؤدي الى بتؤدي الى التخلص من السيلز دي، وفي النهايه بيحصل اورجان فيليا. اورجان فيليا كل ما كانت خلايا كثير جدا من الاورجان انفكتد بالفيروس، كل ما الاورجان فقد خلايا كثير جدا وفي النهايه ممكن يصل مرحله الفيليا. ولو حصل اورجان فيليا معناها في النهايه شنو؟ الموضوع ده ماشي في اتجاه الديف. الفاتو دول كلهم هم نون سبيسيفيك تيست في اللابوراتوري دايجنوز. نشوف السبيسيفيك تيست بتعتمد على شنو. طيب نحن عشان نشخص بيشنت، عشان تفولو بروسيجرز معينه، عشان نشخص اسسبكت كوفيد 19 سسبكت، اول حاجه لازم يكون في اعراض ظاهره على البيشنت ده اللي هي سيمبتومز، ونعمل الايميجينج لو كان سي تي سكانينج او اكس راي، ونعمل البي سي ار دي تيست السبيسيفيك تيست، نعمل ريال تايم بي سي ار، ريفرس ترانسكريبتيز ريال تايم بي سي ار، ممكن نعمل اميونو اسيز اللي هو الاميونو اسيز دي ممكن نعمل ديتكشن عن طريقه نعمل زي الاليزا مثلا، يعني نعمل ديتكشن للانتيجين او الانتيبوديز. وبرضو عندنا هنا الاي سي تي زهر لاترال فلو. طيب عندنا اذر تيست اندر ديفلوبمنت، يعني مثلا الريفرس ترانسكريبتيز لام اللي هو الريفرس ترانسكريبتيز لوب ميديتد ايسو ثيرمال امبليفيكيشن. عندنا السنسرز دي اندر ديفلوبمنت برضها، واحده من طرق التشخيص. عندنا الالكترون مايكروسكوبي وده برضه مرتبط بال الابحاث اكثر من الكلينيكال دايجنوزيز او من التشخيص الطبي. عندنا السيكونسينج كل ما كان في كلينيكال بريزنتيشن بيختلف ديو تو ميوتيشنز، معناه نحن محتاجين نعرف الميوتيشنز دي حاصله كيف، عشان كده بنحتاج نعمل سيكونسينج. وعندنا حاجه اسمها الكريسبر كاس دايجنوستيك ميثودز، بعد ما نعمل البي سي ار نقطع الجينوم عن طريق الكاس 9 ده اللي هو عباره عن انزيم وكده، وبرضه دي ما فور دايجنوزيز. وعندنا فيروس ايسوليشن، والايسوليشن هنا الايسوليشن ذاته ما فور دايجنوزيز، لكن لو عايزين نعرف انه هل الفيروس اذا الموجوده هسي الفيروس موجود في العين المعينه هل هو حي ولا عباره عن ديد فيروس، ممكن نعمل كلشر، بعدك نعمل فايرال الفيروس نيوتراليزيشن عن طريق انتي بوديز ونستفيد منه بس بالصوره دي، او في الريسيرش في دراسه الفيروس ذاته. اذا معناها في ديفرنت ميثودز احنا ممكن تفولو عشان نشخص الكوفيد 19 انفكشنز وعشان تستدي الفيروس اتسلف. معناها عشان كده انا الحاجات اللي علاقه بالتشخيص المرض
انا عاملها يا في مستطيل او مربع، والحاجات التانية الاندر ديفلوبمنت قال لي علاقة بالريسيرش خليتها فاتحة. طيب الطرق اللي فاتت دي نحن بنستخدمها، نستخدم ياتو عينات عشان نحن نقدر، ياتو عينات نحن بنجمعها من الكوفيد بيشنس عشان او سسبكت عشان نقدر نشخص كوفيد 19 ديزيز. طيب بيزيكلي في الاساس الكورونا الكوفيد السارس كوف 2 بيدخل لنا عن طريق الريسبيراتوري تراكت، والريسبيراتوري تراكت اصلا مقسومه لجسمين، عندنا الابر ريسبيراتوري تراكت الجانب العلوي من الريسبيراتوري تراكت، وعندنا اللور ريسبيراتوري تراكت والجانب السفلي. طيب وعادة الفيروس دي احنا بنلقاه يا في الابر او اللور 5 ل 6 يوم من ظهور الاعراض of the onset of symptoms، من ظهور الاعراض 5 ل 6 يوم من ظهور الاعراض الفيروس بيكون could be detected يا في الابر او اللور ريسبيراتوري تراكت. اللور ريسبيراتوري تراكت هم احسن عينات لتشخيص الفيروس ده لانهم تحت مكان الخلايا اللي فيها الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2 بكميه كبيره. اذا كل ما كانت الريسبتورز موجوده في حته بكميه كبيره كل ما كان الفيروس موجود بكميه كبيره، لانه هي الريسبتورز هي المدخل، مدخله للخلايا. عشان كده اللور ريسبيراتوري تراك سبيسمنز فيهم الهايست فايرال لود، والعينات دي زي شنو؟ زي السبيوتم. طبعا السبيوتم ده من اللور، لانك انت يو اكسبكتوريت السبيوتم من جوه شديد كده. اندو تراكيال اسبيريت، اسبيريت عن طريق انبوب من التراكيه جوه، يمشي التراكيه جوه ويسحب. او برونكو الفيولار لافاج فلويد، الفلويد من الالفيولاي ذاتها. احنا قلنا طبعا عارفين ان اللنج دي عباره عن مجرى واحد اللي اسمه التراكيه، بيتفرع بعد ذاك لحد ما يديني الالفيولاي. الالفيولاي دي هي الحتات اللي فيها الفيروس بكثافه لانها فيها الريسبتورز، في الخلايا هنا فيها الريسبتورز. لو نحن دخلنا انبوب لحد ما وصل الالفيولاي وعملنا اسبيريشن للفلويد ده ونزلنا فلويد عشان نعمل لافاج، لافاج دي معناها غسيل، غسلنا الحته وسحبنا الفلويد ده، الفلويد ده بيكون فيه هاي فيروس لود. دي العينات بتاعت اللور ريسبيريتوري تراكت، ومهمه جدا جدا لانها بتحتوي على 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 كميه كبيره جدا من الفيروس. لكن بس جمع العينات دي از فيري هازاردس، يعني دخل انبوب وغسل واسحب حاجه فيري هازاردس، وبرضه ممكن تعرض المريض لانف يعني ل لمشاكل، وبعدين ممكن تكون مرفوضه عنده كده وتكون هامفول وكده. عشان كده الناس بيلجوا للعينات الجمعها سهل، ممكن تفي بالغرض تحقق غرض الدايجنوزيس او تدينا احسن دايجنوزيس. السبيوتم دائما نحن بنجمعه من بيشنس عندهم كافينج سيمبتومز، لانه دي طالما عندهم كافينج سيمبتومز معناه ممكن يدونا ريبريزنتيف سامبل، سامبل ممكن يكون فيها الفيروس. برونكو الفيولار لافاج فلويد والتراكيل اسبيريتس ار ريكومندد اونلي ان سيفيرلي ايل اند هوسبيتالايزد بيشنتس، الناس السيفيرلي ايل ممكن بعد ذاك ما عندهم حل، لازم نحن نشيل منهم العينه مهما كانت طريقه جمعها او مهما كانت العينه شنو بيجمعوها كيف، ما عندهم حل. ديل اللور ريسبيريتوري تراك سبيسمن، عندنا الابر ريسبيريتوري تراك سبيسمنز، عندنا زي النيزو فارينجيال ام بي اورال اوري فارينجيال سوابس، ودول هم الريكومندد. لكن المشكله انهم بيعملوا ميسنج، يعني بيعملوا ما بيقدروا يشخصوا لنا، ما بنقدر عن طريقهم نشخص الايرلي والليت انفكشنز، لانه الايرلي انفكشنز الفيروس بيكون في الايرلي انفكشن الفيروس بيكون في اللور ريسبيرتري تراك، اذا الابر ما بتكون معبره عن وجود الفيروس،
والليتين في الليت انفكشنز الفيروس الفيروس شيدنج بيكون من حتات الغير غير الريسبيرتوري تراك، يعني ممكن يكون في الجي اي تي والفيروس يطلع لنا في في الستول وكده. اذا معاها مع في الايرلي انفكشنز بتكون الفيروس يا دوب في اللور ريسبيرتوري تراك وحكميته بسيطه. في الليت انفكشنز هي ليت معناها المريض قدر يتغلب عليها سم هاو، وبيكون دائما عدد الفيروس بسيط، وغير كده الفيروس بيكون في مناطق تانية زي الجي اي تي مثلا. عشان كده هم بصاع عينتين جمعهم سهل مقارنة مع اللور ريسبيرتوري تراك، لكن في لحظات معينة كده ما مهمين في الدياجنوزيس وغير عمليين، لأنهم لو جمعناهم بدري في الايرلي ستيج اوف انفكشنز هيكونوا نيجاتيف، ولو جمعناهم في الليت ستيج اوف انفكشنز هيكونوا نيجاتيف. نحن عندنا في السودان هنا ما شغالين بالستيج اوف انفكشن ايرلي ليت وكده، بس يجي المريض مطلوب له وكده يشيلوا له العينه يعمل بي سي ار بوزيتيف نيجاتيف، ما عندهم ما في اي اهتمام به انه هل العينه مناسبه انها تشخص الزول ده ولا نشوف عينه ثانيه. مثلا مرات انت قد تحتاج تشيل عينه بتاعت ستول عشان تشخص الكوفيد 19 بدل النيزوفارينجيال سواب او الاوروفارينجيال سواب. معناها تحديد نوع العينه وتشيله ولا لا ومتين، دي حاجه مهمه جدا في تشخيص الكورونا، والناس ما شغالين بها في السودان. عشان كده الفوس بوزيتيفيتي والفوس نيجاتيفيتي منتشره بصوره كثيره جدا جدا عندنا في السودان. في ناس كثيرين جدا ايسوليتد في مراكز العزل مع الناس الكونفيرم، وهم اصلا ما كان عندهم الديزيز ومشوا عمل لهم ايسوليشن هناك وقعدوا واخذوا الانفكشن بعد الايسوليشن. والعكس في ناس هم عندهم وطلعوهم نيجاتيف ومشوا وعاشوا في المجتمع عادي وادوا المرض لناس ثانيين قد يكون الناس يلفوا منهم جزء مات. عشان كده الدياجنوزيس ده مهم جدا جدا في محاربه الاكيوريت دياجنوزيس مهم جدا جدا في محاربه الكورونا. دي نقطه مهمه جدا جدا الناس تعرفها، انه ما لانه النيزوفارينجيال سواب والاوروفارينجيال سوابس حاجه سهله وشيل اخذ العينه سهل، معناها نحن بس عميانين كده بس ناخذ العينتين ديل بغض النظر تفاصيل العيان كان شنو او تفاصيل الانفكشن كان شنو. طيب السوابس ان احنا بنجمع بها العينه لازم تكون فلوكت. فلوكت يعني انت لما تدخلها وتعمل لها روتيشن جوا عشان تاخد العينه، العينه بتدخل جواها في التيب بتاعتها الفوق دي، العينه بتدخل جوا لانه الموضوع ما موضوع انه السواب بس يعني تتمسح من بره كده بالعينه، لازم السواب تاخد جزء من العينه جواها وتكون نون توكسيك، تكون مصنوعه من نون توكسيك سينثيتيك فايبرز زي البوليستر والنايلون ما بوستر، لكن برضو يكون عندها سينثيتيك نايلون شافت. الشافت ده هو زي الود ستيك، الحاجه الطويله دي بتاعت السواب ده بسموه الشافت. انت بتمسكها وهناك انت ماسك السواب، وهناك بيكون في الفلوك الحته اللي ممكن تاخد حبه عينه جواها. طيب السنجل نيزوفارينجيال سواب دي بقت البريفير في الدياجنوزيس اوف الكوف 2 ساس كوف 2 او الكوفيد 19، لانها اول حاجه توليريتد يعني البيشن بيتحملها وبيتقبلها وهي سيف للاوبريتر، يعني البيشن بيقبلها وسيف للاوبريتر، زي ما زي لما انت تعمل لافاجين تغسل تنبت تيوب تنزل فلويد سلايم مثلا جوا الالفيولاي والتيوب ده كانك انت غسلت الحته وبعدين تشفطه ثاني من جديد، عشان كده بقت لافاج يعني زي الغسيل فلويد. ده قد يكون فيه خطوره على الاوبريتر، وبرضه it will not be tolerated by patients،
انواع الويشن، حيث ان الحاجه دي صعبه وهتكون مؤلمه وكده. نزوفرنجري سواب كان بي كومبايند، يعني عشان نتحصل على البيس سامبلز نحن ممكن نعمل كومبينيشن بتوين، او وي كان كومباين نيزوفرينجيال والاوروفرينجيال سوابس مع بعض، نحطهم في تيوب واحدة كده. نحن بنقدر نضاعف احتمالية انه نشوف بعدين البوزيتيف ريزلت. في دراسة كانت اظهرت انه لما عملوا كومبايننج للنيزوفرينجيال سواب والاورفرينجيال سواب، الاكيوريسي بتاعت العينه وصلت لحد قريب 100% مقارنه بالنيزوفرينجيال سواب 91 وحاجه والاورفرينجيال سواب 72 وحاجه. اذا معناها لما عملنا كومبينيشن ليهم مع بعض وكومبايند، الاكيوريسي بتاعتهم الاثنين مع بعض زادت لحد قريب 100% وبقت اكتر بصوره واضحه من كل عين براها. طيب قال لو مثلا عندنا منطقه الاسواب ما عندهم اسوابس، الاسواب دي عشان يعملوا بقى كوليكشن، دي الاسواب دي ما عندهم اصلا، في بدائل تانية اللي هو زي السلايفا والنيزل ووشيز. نيزل ووشيز يدخل المويه وتنزلها، تدخل مويه زي بتاع زي الاستنشاق بتاع الوضع، تدخل مويه وتنزلها في الكونتينر. برضو عندنا الريكتال سوابس، دي ممكن نستخدمها في السسبكتد بيشنز لما النيزوفارينجيال والاورفارينجيال سوابس يكونوا نيجاتيف. ارجع لكم تاني انه ما النيزوفارينجيال سواب ولا الاورفارينجيال سواب هي بس اللي بتحدد لنا انه الزول انفكتد ولا لا. ممكن الزول يكون انفكتد والسوابس دي نيجاتيف، نمشي لسواب ثانيه. لا نيجاتيف ليه؟ لانه اسي ممكن الزول يكون في الليت ستيج والفيروس خلاص بقى في الريسبيرتوري تراك كميته بسيطه جدا او ما في، الفيروس ماشي حته ثانيه زي الجي اي تي، عشان كده الشيدنج بقى في الاستور. اذا معناها ما اي عينه في اي لحظه هي مناسبه عشان نشخص الكوفيد 19. الحته دي مهمه جدا جدا، لانه هسه الناس شغالين بس النيزل سواب نيزل سواب نيزل سواب بدون اي ملاحظه، لانه النيزل سواب دي في لحظات معينه ممكن تكون ما هيلفول وما عندها اي فائده. عشان كده انا كل العينات عامل لكم العينات مديكم ليها بالاحمر. عندنا اللور ريسبيريتوري تراكت العينات بتاعته هذه، ودي قلنا صعب شويه انه نحن نعتمد عليها لان هي cannot be tolerated by patients وما بتكون سيف للاوبريتر. وعندنا النيزوفارينجيال سواب والاورفارينجيال سواب بالاحمر، ديل الاثنين هم الاثنين كويسين، لكن النيزوفارينجيال سواب بيتر ذان الاوروفارينجيال سواب، وفي لحظات معينه الاثنين ما بيشخصوا ما مناسبين انه يشخصوا المرض، وبعده ممكن يكون في السلايفا لو كان ما عندنا سواب، او نيزل ووشز، او ممكن نعمل كومبينيشن بينهم الاثنين، او في النهايه ممكن نلجا للريكتال سواب عشان نشخص الكوفيد 19 انفكشنز لو الفوق ديل كلهم كانوا ما مناسبين، او ما كانوا في جزء منهم ما في طريقه نعمله، او في جزء منهم ما مناسب. نستمر، عينات لسه ما انتهت. طيب برضو بكون في فيروس فايرال شيدنج في الهيومن سي اس اف وفي البريس ميلك وفي السمن، الحياة دي برضه ريبورتد. طيب قد يكون وجودهم ديو تو سيركيوليشن عادي، او قد يكون ديو تو انفكشن اوف التيشوز الموجوده هنا او الخلايا الموجوده هنا انفكتد باي الفيروس. ايه لانه ممكن مثلا سي اس اف ما فيه خلايا برضه، السي اس اف ده في خلايا قد تكون صوماتي خلايا عاديه، وقد تكون ليكوسايتس وكده،
غادي يكون البلاد هو اللي وصل الفيروس للمنطقة دي أو للبراس ميلك أو للسمين، أو الفيروس هو قادر يعمل انفكشن للخلايا الموجودة في المناطق دي، عشان كده الفيروس يتوجد في الحتة دي. طيب دي العينات، كل العينات البوسيبل ممكن نحن نلقى فيها الفيروس. طيب لو نحن جمعنا اي عينة من العينات دي كلها، العينة دي بعدين نحن لازم نتعامل معاها بصورة معينة عشان نقدر نصل الفاينل دايجنوزيس. طيب السوابس اللي احنا شلنا فيها العينة لازم نحن طوال نحفظها اميرس، يعني ندخلها في فيروس ترانسبورت ميديوم، فيروس ترانسبورت ميديوم، ميديوم مخصصة بينقلوا فيها الفيروسات. والميديوم دي بتحتوي على شنو؟ بتحتوي لنا على سيرم بفرد، سيرم البيوم، بفرد معناها مضبوطة البي اتش، سيرم البيومين او جيلاتين، وفي انتيبايوتكس. الانتيبايوتكس دي عبارة عن ميديوم عشان تحفظ لنا الفيروس، والفيروس ذاته يقدر يلقى الحاجة اللي هو محتاج ليها من الالبيومين والجيلاتين، والانتيبايوتكس عشان تمنع لنا البكتيريال انفكشن. اذا معناها نحن الفيرال او الفيروس ترانسبورت ميديوم دي بنخد فيها الاسواب مباشرة بعد جمعناها، وهي بتحتوي على الحاجة دي. وممكن الاسواب نخدها في لايسيس بفر او استيرايل سلاين بدون ما يكون عندنا فيرال او فيروس ترانسبورت ميديوم او فيرال ترانسبورت ميديوم. اذا لو ما عندنا الميديوم دي وعندنا دي وعندنا استيرايل سلاين ممكن نحفظ فيه الاسواب لحد ما تصل المعمل، او لو عندنا اللايسيس بفر ممكن ندخل فيه الاسواب مباشره عشان نحفظ الار ان اي لحد ما نوصل العين المعمل. طيب العينات دي طبعا اللايسيس ده غير انه بيعمل لنا كيلينج للفيروس، في نفس الوقت بيحفظ لنا الار ان اي. اما السلاين ما بيقتل لنا الفيروس، العينه بتكون فيري انفكشس، او وكذلك الفيروس ترانسبورت ميديوم برضه بتكون العينه بتكون انفكشس. اللايسيس بفر لانه اللايسيس بفر ده هو جزء من الار ان اي اكستراكشن سوليوشنز، لانك انت هتعمل ار ان اي اكستراكشن قبل ما تعمل البي سي ار، وفي الاكستراكت ودائما الاكستراكشن بيبدا بالسيل لايسيس والفيروس لايسيس. طيب العينات دي بمجرد ما حطيناها في واحدة من الميديا دي لازم تحفظ في 2 to 8 ديجري سلسياس، يعني ما يمشي زول بموتر يمشي بيت معين يشيل العينة وماشي بيها المعمل ساعة كاملة قاعدة في الشارع وشايلها في الأسواق وشايلها في كرتون ولا حاجة بالشكل ده. الكرتونة دي من وين أو أي شنطة معينة من وين تجيب لك درجة الحرارة من 2 to 8؟ إذا معناها ما يكون في باكس معينة refrigerated باكس تكون بتوفر لنا درجة الحرارة دي، نحفظ فيها العينة، والعينة ممكن تعمل تقعد في درجة الحرارة دي لحد 72 ساعة. لو انت ما عندك طريقة تشتغل البي سي تعمل اكستراكشن وبي سي ار في فترة 72 ساعة، يعني في ديلي تيستينج، انت العينة دي لازم تحفظها في ماينس 70. طيب تاني جابوا فهم جديد، قالوا حاجة اسمها السبيسمين بولينج. سبيسمين بولينج كيف؟ يعني مثلا أنا مثلا المعمل القومي ستاك ده بيفحص في اليوم ل مثلا نقول مثلا 100 نفر مثلا. طيب ال 100 ديل نحن هنعمل لكل زول فيهم فحص براهم. طيب نحن لو دارين نقلل الزمن ونقلل استهلاك المحاليل ممكن كل 10 عينات نخلطهم مع بعض ونشتغل لهم بي سي ار واحد. ده بسموه بولينج، يعني خلط العينات مع بعض. لو طلعت باتش واحد من العينات المقسمة دي عشرات، لو في عشرة واحدة بس طلع فيها عينة ادتنا بقراية بوزيتيف، بعد ذاك نمسك العشر عينات دي نشتغل لهم بي سي ار منفصلين كل عينة براها. لكن لو العشرة ديل بس طلعوا بوزيتيف، طلع فيهم بوزيتيفيتي، التسعين الباقين كلهم كانوا نيجاتيف وحلونا من مشكلة ان احنا نشتغل لكل عينه بي سي ار برا. لكن هنا في مشكله ثانيه اللي هي انه اذا لما انا اخلط العينات مع بعض معناها عملت كل عينه عملت ديليوشن للثانيه،
تسعة، لو في 9 عينات نيجاتيف وعين العاشرة بس بوزيتيف، المفروض تقرا بوزيتيف. لما اضيف ليها 9 عينات كاني انا عملت ديليوشن للعينة نمرة 10 دي، والديليوشن ده بيطلعها من مكان او خانة البوزيتيفيتي الى خانة النيجاتيفيتي، وهنا حتكون فولس نيجاتيف. طبعا كل حاجة محتاجة انها تو بي بروفد اور تو بي كونفيرم اور فيريفايد عن طريق الابحاث. دي العينات اللي احنا بناخدها عشان نشخص الكوفيد 19، انواع العينات و العين البس سبيسمنز، وبعد ذاك يتشيل عينة و200 والبولينج بتاع السامبلز وهكذا. طيب شنو نحن دايرين من العينات دي؟ نشوف شنو في العينات دي، اي عينه ناخدها عشان نشخص الكوفيد 19، العينه دي حيكون فيها شنو؟ عشان كده ده عنوان لسلايد اسمه سبيسيفيك بايوماركرز فور كوفيد 19 دايجنوستس. سبيسيفيك بايوماركرز يعني لما بايوماركر معناها حاجه لها علاقه، حاجه جزء من الفيروس او جزء من الخليه، عشان كده سموها بايوماركر. بايو معناها حاجه كانت حيه او لها علاقه بالاحيائيه بتاعتها، ماركر اللي هو زي علامه كده سبيسيفيك، العلامة تكون سبيسيفيك للخلية المعينة أو الكوزيتيف ايجنت المعين. طيب أي عينة ناخدها نحن؟ قد يكون نحن تارجتينج الفيرال ار ان اي اللي هو ده الجينوم بتاع الفيروس، ولما نكون نحن تارجتينج الار ان اي طوالي معناه موضوعنا حيكون البي سي ار، حيكون عندنا تارجس معينه، جينز معينه نحن حنعمل لها ديتكشن عن طريق البي سي ار. قد تكون الاوبن ريدنج فريم 1 اي ولا بي، قد تكون النيوكليوكابسيد بروتين، قد تكون الانفلوب بروتين او الاس بروتين او الار دي ار بي. جينز معناها نحن حنعمل ديتكشن لسيكونسز معينه، السيكونس المعين بيعبر عن البروتين المعين او الاريا المعينه في الجينوم. طيب ممكن نعمل ديتكشن لاميونو جلوبولينز، والاميونو جلوبولينز دي قد تكون اي جي جاما اميونو جلوبولين، قد تكون يعني اي جي جي، قد تكون اي جي ام، قد يكون اي جي اي. واي واحد من الثلاثه ديل ممكن يظهر لي البروتين براهو، وممكن يكون نيوترالايزنج يعني شنو؟ يعني بيرتبط بالبروتين، والبروتين ده في مرتبط بالفيروس، اذا يرتبط على البروتين والبروتين لسه مرتبط بالفيروس، ده بسموه النيوترالايزنج انتي بوديز. او البروتين ده ممكن يكون في العينه ساكت، الفيروس ميت في البروتين بس، ممكن الانتي بادي ده برضه يرتبط بالبروتين. اذا ارتبط بالبروتين بس نقول انتي بادي بس، ولو ارتبط بالبروتين والبروتين مرتبط في الفيروس نسميه نيوترالايزنج انتي بادي او نيوترالايزنج انتي باديز. زي ما شفنا هنا مثلا مثال نقل دي اميونو جاما اميونو جلوبولين انتي باديز بروفايد ا لونج تيرم يونيتي تو فيروس، ده كل الناس عارفين. Are associated with viral neutralizing activities. يرتبط بالبروتين براو الفيروس. And are used in serology based detection testing to identify active or past infections. إذا معاه detection بتاع البروتين براهو ده بكون للدياجنوزيس، وبرضه هي بتشتغل ك neutralizing antibodies. كذلك ال IgM، ال IgM usually produce first. بعده الاي جي اي، واخر حاجه بالاي جي جي لانه لونج لاستنج ريليتيفلي طبعا في الكورونا، يعني بقول الكورونا لا البروتكتيف اميونيتي ممكن تقعد لحد 9 شهور سنه حاجه بشكل. طيب او الانتيجين، يعني احنا يا نعمل تكشن للجينوم او الجينز، جينز معينه في الجينوم او الانتي بوديز بانواع المختلفه،
لما نعمل تكشر الانتيبوديز معناها البروتين متوفر من برا والفيروس متوفر، نحنا بنعمل نيوتراليزيشن للفيروس او نعمل ديتكشن للانتيجين بتاع الفيروس. طيب لو لاحظتوا هنا في زي هايلايتنج كده للحاجه شكل دوتس، التلقى الاميونوجلوبيولينز دي كلها دي بتعبر لي عن الاميون ريسبونس. اذا معناها الاي جي جي والاي جي ام والاي جي هم عباره عن elements produced in response to the presence of a virus. او الانتيجين بتاع الفيروس يكون سيركيوليتنج في او قاعد في العينه. طبعا لما يكون التارجت بتاعنا اي جي جي او اي جي ام او اي جي اي بتكون العينه دايما بلاد. الانتيجين ممكن تكون العينه بلاد او ممكن تكون العينه اسبيريت او حاجه بالشكل. والفيرال ار ان اي ممكن يكون في اي عينه، اي عينه ممكن تكون ريبريزنتيف لوجود الفيروس. لكن بعد ذاك بتبقى الحاجه بتاعت انه ياتو عينه في ياتو زمن في ياتو stage of an infection. طيب الفات ده كله العينات والماركرز البايو ماركرز الموجوده في العينات، يا دوب الدياجنوزيس هيبدا معانا، هيبدا لنا بالموليكولار دياجنوزيس. طيب في بدايه تشخيص مرض الكورونا الناس كانوا بيجمعوا النيزل بيجمعوا الماتيريال في النيزل النيزوفارينجيال سواب، وطوال العينه دي بمجرد ما شالوها السواب دي بيخطوها اميرس بيمسوها لنا في تريس اديتا بفر بفر معين، وبعد ما في يمسوها في البفر ده البفر ده بيستخدموه كعينه وبيستخدموه طوال في وان ستيب في البي سي ار ريال تايم بي سي ار بدون ما يعملوا اكستراكشن، لانه الوقت ده ولا في معلومات عن الفيروس ولا في كيتس للاكستراكشن ولا في اي معلومات تخلي الناس يتبعوها. عشان كده كانوا بيشيلوا العينه تحت سواب يدخلوها في التي اي بفر، يشيلوا البفر ده كسامبل يدخلوه في البي سي ار طوالي ولا في اكستراكشن. طيب بعد ذاك جاءت الحكاية بتاعت انه العينة ما يدخلوها في التي اي بفر، يدخلوها في الفيروس ترانسبورت ميديوم وياخدوا من الفيروس ترانسبورت ميديوم دي يشيلوها ويعملوا ليها هيتنج من لخمس دقائق في درجة 98 ديجري سلسياس. طبعا درجة الحرارة دي هي بتكسر لنا الفيروس والبروتين شوية حاجة وتعمل فريينج للجينوم. برضه لسه ما عندنا اكستراكشن بالصوره الواضحه، رغم انه الهيتنج ده في 98 يعتبر حاجه كده من الاكستراكشن. طيب والناس ماشيين بيطوروا في موضوع التشخيص بتاع الكوفيد 19 الجديد ده، انتقلوا بعد ده قالوا استخدم بروتينيز كي، بروتينيز ده كده بيكسر البروتينز، وانت كل ما تكسر البروتين من الممبرين الفيروس الفيرال ممبرين كل ما لقيت اكسس للجينوم داخل الفيريوم. عشان كده جابوا بروتينيز كده عشان هو ابوتنت جينيتشر بروتين دي ناتشرال، استخدموه عشان يكسر البروتينز الاستراكشر البروتينز اللي قلت عليهم دي الموجوده في السيرفيس عشان تفري الار ان اي بتاع الفيروس. بروتينيز كي ومعاول هيت، يعني يجيبوا العينه يحطها في بروتينيز كي ويعملوا لها هيتنج واستخدموها طوال في البي سي ار وادتهم 91% سنسيتيفيتي ما بطال لحد الان. طيب بعد شويه جاء السي دي سي سنتر فور ديزيز كنترول الامريكي عمل الستاندرد بروتوكول فور سارس كوف 2 ديتكشن. البروتوكول ده بيتكون من شنو؟ انك انت تعمل سامبل كولكشن حسب السامبل المعينة، لكن you have to follow the procedures المعينة، وفي نفس الوقت to collect the sample the relevant sample في الزمن المعين، ما بس ما نزل سواب نزل سواب في أي وقت. طيب بعد ما عملت collection للسامبل لازم تعمل extraction،
وبعدك تيجي تعمل one step reverse transcriptase PCR. طبعا الريفيرس ترانسكريبتاز بي سي ار ده هو شغال. الشغل الاول اسمه الريفيرس ترانسكريبشن، انك انت بتحول الار ان اي لدي ان اي، والشغل الثاني اللي هو البي سي ار. طيب مرات بيعملوا الريفيرس ترانسكريبشن في تيوب براها، بعد ما يخلصوا يستخدموا التيوب دي كعينه ويعملوا منها البي سي ار، ومرات تيوب واحده بس بيحطوا فيها كل المكونات، تبدا بالريفيرس ترانسكريبشن وتنتهي بالبي سي ار، ودي بسموها الوان ستيب. لو فصلوهم بسموها التو ستيبس. بيجينا اللي قدام برضه. طيب دي ناس السي دي سي عملوا البروتوكول، والناس ماشيين في شويه شويه بيفهموا في الفيروس، وبيحاولوا تكونترول الديزيز، بيحاولوا to provide كل التولز والريجنس needed for a diagnosis وكده. قاموا ناس الـ WHO في 2021 قاموا عملوا أول International RNA Standard for Molecular Detection of SARS-CoV-2. ليه؟ لأنك أنت أي PCR تشتغله for diagnosis تشتغله، أو أي PCR trial لازم يكون فيها standard، او اللي هو ده البوزيتيف، بسموه البوزيتيف كنترول، هو ده الستاندرد اللي انت بتعامله معامله العينه، عشان بعدين لو اداك بوزيتيفيتي معناه انت شغال صح، لو اداك نيجاتيفيتي معناه انت شغال غلط، لو ما اداك شيء معناه انت شغال غلط، او لو حصل اي حاجه. طبعا نيجاتيفيتي هي حاجه غلط، ما في يعني ما في شيء. ده الستاندرد. الستاندرد ده هو عباره عن شو؟ هو عباره عن سترين او ايسوليت بتاع سارس كوف 2، عملوا له ايسوليشن في انجلند. الفيروس ده عملوا له هيت اسيد ان اكتيفيشن، يعني عملوا له ان اكتيفيشن عن طريق الهيت وعن طريق الاسيد. ده كله الهيت والاسيد الاثنين عشان يعملوا دي ناتوريشن للبروتين بتاعت الممبرين، ويحصل فريينج ل الجينوم. واللوفلايز، لوفلايز يعني جاي في شكل بودرة ما محلول، عشان يقدر عشان يعني يتحفز. ده الستاندر. طيب اذا معناها انت ال WHO مشكلتك انا شنو؟ طيب كل الدول فيها كورونا تقريبا. طيب الناس زي اللي بيعملوا بي سي ار يحكموا نتيجة عينة المريض بيات عينة، عشان نقول هنا هي بوزيتيف حقيقة او نيجاتيف حقيقة. محتاجين لي بوزيتيف كنترول ونيجاتيف كنترول. نيجاتيف كنترول هي ممكن يكون مويه ولا اي شيء. طيب البوزيتيف كنترول ده الناس يجيبوه من وين؟ ده الشيء اللي خلى ال WHO توفر الانترناشونال ستاندرد ده، ار ان اي ستاندرد، عشان توزعه لكل الدول عشان بعدها تحكم به البي سي ار ترايلز بتاعتها، عشان بعد ذاك الانتربريتيشن اوف الريزلت تكون اكسبتبل. طيب الناس اللي ما عندهم الستاندرد ده ما وصلهم يعملوا شنو؟ يعملوا شنو؟ قالوا الناس ديل يكون عندهم عينات معينة spiked with synthetic SARS-CoV-2 RNA، يكون عينة معينة مثلا nasal secretion، نقوم نعمل لها spiking، يعني نخلط معاها RNA معين مصنع لكن هو حق SARS-CoV-2. ده ممكن يكون ستاندر، يعني هي بتكون عينة وفيها سارس كوف 2، او يكون في عينات معينة ادتنا بوزيتيف لكن فاليديتد، يعني البوزيتيفيتي بتاعتها حقيقية، فاليديتد في معمل تاني رسلوها برا، جزء منها رسلوها برا عشان يشوفوها بوزيتيف ولا نيجاتيف، طلعت بوزيتيف في حتة فيها بي سي ار، الكمبليت باكج بتاع بي سي ار، ريال تايم بي سي ار، وهكذا. العينة دي احنا ممكن نحفظها في المعمل ك بوزيتيف كنترول، نشتغل عليها. دي الاوبشنز اللي ممكن تخلي الناس تحصلوا على كنترول ستاندردز، او كنترول ستاندرد هو يدينا بعدين البوزيتيفيتي. طيب دي ده الكنترول اللي هو بيكون فيه اساس كوف 2 عشان يحكم لنا البوزيتيفيتي. طيب نحن البي سي ار ده مشاكلنا فيه ما بتكون بوزيتيف نيجاتيف براها، البروسيدير ذاتها،
البروسيدير اللي احنا شغالين بها دي ممكن هي تكون جزء من او هي السبب في مشاكل الفوس بوزيتيفيتي والفوس نيجاتيفيتي. دي ناس ال WHO قالوا خلاص احنا عشان نتخلص من المشكله دي الستاندرد ده ذاته، ها الستاندرد ده نعمل معاه، نضيف معاه جين هاوس كيبنج هيومن جين زير ار ان ايز بي، الكونسنتريشن بتاعه يكون كونسنتريشن حاجه معينه عشان يشتغل لنا از ان انترنال كنترول اند تو كنترول الريفيرس ترانسكريبتاز بي سي ار ليميت اوف ديتكشن. قالوا حكايه انه كورونا بوزيتيف كورونا نيجاتيف خلاص حليناها بوجود الكنترول ستاندرد اللي هو شنو بعدين بيمفروض يجيني بوزيتيف للكورونا. طيب البروسيدير دي بتاعت البي سي ار ما فيها اكستراكشن وفيها بي سي ار وكده، لازم نحن نعمل لها كنترولينج برضو. الكنترول بتاعها بيجي كيف؟ انه نفس الستاندرد اللي فيه كورونا ده نضيف ليه جين معين بتاع هيومن، بتاع هيومن، والجين ده يكون هاوس كيبنج يعني متوفر في اي عينه، ما تقول لي هو قاعد في الستاندر وفي عينه النيزل سكريشن ما في، لا لا سموه هاوس كيبنج. ليه؟ لانك بتلقاه في اي عينه بتاعت هيومن اسمه الار ان اس بي، ونخطه بكونسنتريشن معين. طيب الجين ده الهاوس كيبنج جين ده ان وان هاند انه بيشتغل اون وان هاند بيشتغل لنا ك انترنال كنترول، ودائما الانترنال كنترول ده هو كنترول بيحطوه عشان يضبط لنا البروسيديرز. يعني انا قاعد اعمل في اكستراكشن، بعمل اكستراكشن، لو انا عملت اكستراكشن صح للسارس كوف 2 جينوم والعينة اصلا فيها سيلز بتاعت هيومن، الار ان اس بي بتاع الهيومن ده لازم يكون موجود، بعدين بعمل لي ديتكشن لازم يكون فيه. لو بيجا ما في معناها الاكستراكشن بتاعي ده فيه مشكله. البي سي ار عملت بي سي ار للكورونا وعملت بي سي ار للان الار ان اس بي الجين بتاع الانسان، لو الار ان اس بي ما ظهر اذا معناها في مشكله في البي سي ار بتاعي، يكون في انهيبيشن ولا المهم في مشكله ما بتخليني انا ما بعتمد نتيجه الكورونا. لازم كل الستاندرز دي تصار، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الهاوس كيبنج جين ده خاتينه بكونسنتريشن معين عشان شنو؟ عشان انا من البدايه قبل ما اشتغل المعمل بتاعي ده يشتغل دايجنوز بتاع كورونا اقوم اعمل سيريال كونسنتريشنز من الجين ده واجي اعمل لها بي سي ار اشوف اقل كونسنتريشن بيديني بوزيتيفيتي يا تو، واعتمد انه اعتمد على كده انه طالما الهاوس كيبنج جين ده باقل كونسنتريشن اداني بوزيتيفيتي اذا معناها بتوقع اي سارس كوف 2 بيديني بوزيتيفيتي حيكون يا مساوي لاقل كونسنتريشن بتاع ده او اكتر منه. اقل من كده حتى لو الفيروس موجود حيكون فوس نيجاتيف. ليه؟ لانه بيلو الديتكشن ليميت بتاع البي سي ار، وده بسموه ليميت اوف ديتكشن. الليميت اوف ديتكشن ده تعمله لو ما عندك كونسنتريشن معين من جين معين ما حتقدر تعرف الليميت اوف ديتكشن كم. مثلا اقول الليميت اوف ديتكشن بتاعي 1 ملتبلاي 10 ريز تو ذا باور 2. طيب انا كيف اقدر احدد لو ما عندي جين معين بكونسنتريشن معين عشان اقول انه الليميت اوف ديتكشن بتاعه البروتوكول بتاعي انه اي كونسنتريشن بتاع جين معين اقل من الحاجه الفلانيه المسج بتاعتي دي ما بتصهره، اللي يكون مثلا من كذا وليه فوق. زول يكون عنده ميثود ثانيه او ريجنس من شركه ثانيه يعمل نفس التجربه دي، قد يكون الليميت ديتكشن بتاعه يجي اقل منك او اكتر منك بشويه او مساوي لك. عشان كده الهاوس كيبنج جين ده مهم جدا جدا عشان تعرف بيه الليميت اوف ديتكشن بتاع الميثود بتاعتك، ومهم جدا جدا عشان تشتغل از ان انترنال كنترول عشان تكنترول البروسيديرز بتاعت البي سي ار من الاكستراكشن
وانت ماشي. طيب الريال الريفيرس ترانسكريبتيف بي سي ار ليميت ديتكشن اوف سارس كوف 2 فاريز، بتختلف باختلاف المحاليل باختلاف الاجهزه باختلاف الشركات وكده. ممكن الليميت اوف ديتكشن ده يبدا من 0.3 كوبيز بير مايكروليتر، يعني تلت الفيروس بير مايكروليتر ممكن يحصل ديتكشن ليهم، لحد 100 كوبيز بير مايكروليتر. وده بيعتمد اون الدايجنوستيك سيستم يوز، والسيستم ده غادي يكون مقصود به الاجهزه مقصود به المحاليل وهكذا. اذا معناها اي ار تي بي سي ار محتاج ستاندردايزيشن معين عشان تقدر تقول انه والله يا اخي التجربه الميثود بتاعتي دي مظبوطه من الليميت اوف ديتكشن والانترنال كنترول فيه والبوزيتيف كنترول فيه وكل شيء مظبوط، والليميت اوف ديتكشن بتاعي طلع كده، عشان بعدك تقدر تحكم البوزيتيفيتي والنيجاتيفيتي. اتمنى انه الرساله دي تكون فهمتوها تمام، لانها دي حاجه مهمه جدا جدا لاي معمل بيشتغل تشخيص الكورونا عن طريق الريال تايم بي سي ار. طيب الار ان اس بي جين ده هو لانه كنترول، اذا نحن لازم نعمل له امبليفيكيشن في شنو؟ في الستاندرد وفي العينه، لانه هو الكنترول الانترنال كنترول. خلينا من الليميت اوف ديتكشن، الليميت ديتكشن ممكن اعمل له هو براه اعمل له بي سي ار واشوف اقل كونسنتريشن كم منه ممكن يظهر لنا بوزيتيفيتي. لكن كانترنال كنترول لازم انا اعمل امبليفيكيشن للجين ده في الستاندر بتاعي لانه موجود فيه، وفي الكلينيكال سبيسمنز عشان اقدر تكونترول الشغل بتاعي ده، عشان اعرف اذا ظهر لنا هنا وظهر هنا انا ماشي صح، اذا ظهر في الستاندر وما ظهر في عينتي انا لازم بعد ده اشوف المشكله وين. قد يكون المشكله في جمع العينه وحفظ العينه وهكذا، لان دي عينه جاهزه جايه لكن دي جمعتها انت. Human RNA P Messenger RNA Ensemble controls the properness of swab collection. شفتوا؟ Nucleic acid extraction, cDNA synthesis and PCR. نفس الكلام. مهم جدا جدا ال housekeeping gene ده. CDC وال WHO قالوا يفضل انك انت تفصل البي سي ار بتاع الانترنال كنترول من البي سي ار بتاع السامبل، لانه الملتبلكسنج يعني شنو؟ يعني تيوب واحده بس اعمل فيها ديتكشن للانترنال كنترول واعمل فيها ديتكشن للسارس كوف 2. قالوا الانترنال كنترول ده لانه كميته كبيره دائما مرات بيطغى على السارس كوف 2، عشان كده احسن نعمل تيوب منفصله نعمل فيها ديتكشن من العينه للانترنال كنترول، وتيوب منفصله نعمل فيها ديتكشن لشنو؟ للسارس كوف 2. الهاي ليفل اوف ار ان ايز بي مسنجر ار ان ام مي ريديوس السنسيتيفيتي اوف سارس كوف 2 تارجت جيس وين مالتيبلكس ان وان رياكشن، زي ما قلت لك. طيب في كرايتيريا معينه المفروض تتوفر في اي لابراتوري بيعمل تيستينج ل كوفيد 19. ما اي معمل ممكن يكون فيه الجهاز معناه خلاص قادر، فيه الريال تايم بي سي ار معناه خلاص نقول ده كوفيد 19 تيستينج، كوفيد 19 تيستينج لابراتوري. لازم تتوفر حاجات معينه عشان نقدر نقول ده معمل بتاع تشخيص كورونا. اول حاجه الاستاف لازم يكونوا well trained، ولازم يكون في adequate PPE اللي هي personal protective equipment، اللبس الكامل اللي بيحمي الاوبريتورز، ولازم يكون في procedures معينة عشان تكنترول ال spills وال splashes وال waste وال stock management procedure وال security وال access والحاجات اللي الناس عارفينها.
انا ما اتوقع كل المعامل السودانية هسي فيها الحياة دي بتاعت الكورونا. ال availability of sample prioritization sample reserve procedure sample storage facilities وكده. لازم يكون في biological safety cabinet، لازم يكون في safety cabinet، الناس class 2 الناس بيشتغلوا عليها. لازم يكون في الايكويبمنت الناس محتاجين ليها عشان يشتغلوا في المعمل، من الباور والورك سبيس واللو ديست انفايرمنت، لان الدست ده ممكن يعمل هبيشن للانزيمز وهكذا. ولازم يكون في ابروبريت ريزلت ريبورتنج بروسيديرز، اذا معناها في حاجات مرتبطه بانشاء المعمل ذاته، وفي حاجات مرتبطه ب المعاليل والأجهزة وكده وجودتها، في حاجات مرتبطة بالإسطاف ومعرفته والتريننج بتاعه، وإنه يكون لازم يكون ويل ترين، وفي حاجات مرتبطة بالسلامة بتاعة الإسطاف والسلامة بتاعة البيئة والمجتمع وكده. دي حاجات مهمة جدا جدا المفروض تكون في أي معمل بيفحص الكورونا متوفرة. أشك إنه الحاجات دي متوفرة في معاملنا في السودان. وبكده نكون خلصنا المحاضرة الثانية من البرنامج، وإن شاء الله ألاقيكم في المحاضرة الثالثة إن شاء الله، ومع السلامة.